أجواء الأسواق العالمية مع ضيفنا من دبي رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي رائد الخضر. أهلا بكم معنا دائما في سكاي نيوز عربية. أستاذ رائد، إذا هناك الكثير من التقلبات بالأسواق، مؤشرات وول ستريت مثلا حتى المؤشرات العالمية الأخرى كانت وصلت لمستويات قياسية مرتفعة، هل تتوقعون تغييرا باتجاهاتها؟ هل فعلا سنكون أمام تراجعات أم أن هذا التراجع الذي حصل أمس مرحلي ووقتي؟ يعني صحيح التغييرات التي يأتي بها الفدرال الأمريكي حاليا ومحضر يوم أمس والحديث الفعلي عن التابرين قبل نهاية هذا العام، يعني الجملة هي تبيت قبل نهاية هذا العام هي التي يعني أثارت حفيظة الأسواق نوعا ما وتوقع أن يكون هناك تصحيحات. ولكن أعتقد أن الفدرال الأمريكي مر عليه هذا الدرس سابقا وسوف يتجنب ما يسمى بالتابرينج تاتريوم أو أن يكون هناك يعني توجه شديد وتقليص سريع في برنامج شراء السندات، وإنما سوف يكون هناك بطء بعملية التقليص أو يعني أن يكون هناك متسع من الوقت حتى يكون هناك التخلص التدريجي من برنامج ضخم وهو 120 مليار شهريا اللي يعني يوفر سيولة كبيرة وسيولة رخيصة في الأسواق بشكل عام، ولكن يجب أن يتم سحبه تدريجيا قبل التوجه نحو رفع أسعار الفائدة. هذا من شأنه أن يقلل من فرصة يعني تراجعات حادة في الأسواق. ونقطة مهمة جدا أن المستثمرين ما عندهم ملاذات أخرى، يعني لا يوجد أمامهم فرص أخرى سوى أن يتجهوا. أيضا من الجانب الأمريكي تابعنا بيانات يعني متقدمين بطلبات إعانات البطالة تراجعت لأدنى مستوياتها ب 17 شهرا، وهذا أيضا يعطي مؤشر آخر على تعافي بسوق الوظائف. إلى أي حد أيضا هذا قد يعزز خطوات الفيدرالي؟ ماذا عن ارتفاع الدولار الذي له الكثير من التداعيات أيضا على السوق؟ يعني الدولار الأمريكي نحن عم نشهد ارتفاعه بشكل واضح أمام معظم النظراء، وهو بنتيجة أنه هذا النفس بتشديد السياسة النقدية. سوق العمل صحيح أنه تحسن والأرقام جزئيا تظهر بعض الإيجابية، ولكن لا ننسى أبدا أنه لا يزال الاقتصاد الأمريكي دون مستوياته ما قبل الأزمة، وهذا يعزز ضرورة بقاء السياسة التيسيرية لفترة ممتدة. البدء برفع أسعار الفائدة هذا لا يعني أنها أصبحت يعني ملا يعني تتجه إليها الاستثمارات بشكل مباشر ويعني تتخلص من الأصول ذات المخاطر المرتفعة، ولكن سيبدأ المستثمرين بعملية انتقائية في الفترة القادمة من ناحية توجهاتهم الاستثمارية نحو الطاقة البديلة، نحو الاستثمارات التي لا تزال تحقق عوائد عالية، ومن ثم موازنتها مع السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام. أود أن أسألكم بعد قليل أستاذ رائد عن موضوع أسهم قطاع الطاقة المتجددة والشركات العاملة بهالقطاع، ولكن لنتحدث عن النفط قليلا الآن. بالحديث عن الطاقة، الأسعار شهدت تراجعات ملحوظة بتداولات اليوم، نبقى الآن على تراجع أكثر من عامل يؤثر عليها، حدثنا عن هذه الأمور. يعني خلينا نقول معظم العوامل هي ضد النفط في الفترة الحالية، ولذلك يخضع لهذا الضغط الكبير نحو الاتجاه الهابط. ولكن الملفت للانتباه هو التماسك، يعني ما عم نشوف نحن انهيارات قوية في أسعار النفط، على الرغم من أنه عندي الطلب يعني يعني قلق بشكل كبير بنتيجة أنه في عندي متحور دلتا وإغلاقات جزئية حول العالم موجودة على الأرض، ونقترب أكثر من موسم الشتاء، وبالتالي هذا سوف يعزز إمكانية أن يقل الطلب مستقبلا. البيانات تظهر في الفترة الحالية انخفاض في المخزونات، على المدى الشهر القادم ممكن أن يتعزز المخزون مرة أخرى بالاستفادة من الأسعار الحالية. ولكن ما يلفت الانتباه هو قوة الدولار الأمريكي التي تجعل كل الأصول والسلع المقيمة به أدنى، وبالتالي يعني هذا هو المرحلة الأكثر حسما، إضافة إلى الزيادات في الإنتاج اللي ممكن أن تتعرض لها يعني المعروض. سؤال سريع عن أسهم الطاقة النظيفة، عن أسهم هذه الشركات في التداولات العالمية، إلى أين تتجه برأيكم؟ مؤخرا كان في عليها ضغوط رغم كل المساعي العالمية وحتى من الإدارة الأمريكية لدعم هذا القطاع. يعني احنا عم نشوف خطة استثمارية كبيرة جدا يعني شركات عريقة، نحن عم نشوف مرسيدس بنز، عم نشوف فولكسواجن، كلها عم تحط خطط استثمارية على انه بالعام 2033 تقريبا الى 35 سوف تنتهي تصنيع السيارات التي تعمل بالوقود الطبيعي، وبالتالي هذا سوف يتجه الى الطاقة البديلة، اضافة الى نمو الاهتمام الخاص بالطاقة البديلة بشكل اكبر ووضع قوانين ضابطة داخل اوروبا والولايات المتحدة الامريكية تدعم الطاقة البديلة بشكل اكبر، بالتالي هذا يجعل
يجعل منها وجهة استثمارية على الأقل على المدى المتوسط إلى الطويل لمعظم المستثمرين، لأنه في عنا إنفاق واضح يدعم الطاقة البديلة والطاقة المتجددة بشكل واضح من قبل الحكومات حول العالم، بالتالي يعزز من بقائها واستدامة يعني ارتفاعاتها في الفترة القادمة على حساب بعض الصناعات التقليدية. شكرا جزيلا لوجودكم معنا من دبي، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي رائد الخضر.